مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية المؤقت يلتقي مواطني القطار بالخير ويؤكد أن هنالك حلولا عادلة لمشاكل الفقر والتهميش. في ندوة صحفية بوزارة التربية، 38.75% نسبة الناجحين في الدورة الرئيسية من امتحانات البكالوريا. السلطات التركية تقر بأن طائرتها الحربية التي أسقطت انتهكت المجال الجوي السوري وتقول أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة. ارتفاع حصيلة القتلى في سوريا إلى 40 شخصا. في إطار زيارته إلى ولاية قفصة، التقى رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي بمواطن معتمديتي القطار بالخيار، وأكد المرزوقي في كلمته تفهمه لانتظارات ومشاغل وحاجيات مواطني هذه المناطق في تنمية عادلة وفي فرص للتشغيل، مشددا على أنه ليس هنالك حلول سحرية لكل المشاكل، ولكن هنالك حلول عادلة على حد تعبيره. والإمكانيات بتاع البلاد قليلة ياسر، والناس كلها تحب توا، والناس كلها تحب، وهذا شيء مفهوم، لكن يعني ما تهموش، ثم أمل وثم عمل وثم خير جاي، لكن بالصبر وبالعمل الكبير. لأول مرة مثل ما قلت لكم، وهذا من صميم القلب، فالبلاد هذه ثم نية سياسية لإخراج المنطقة من الفقر، ودليل على ذلك وجودي بينكم، ثم إرادة سياسية قوية باش نفاوم معك الماضي البغي، ثم أفكار وأفكار وأفكار في كل الميادين باش نخليوها المنطقة هذه تحيا مثل كل المناطق، ثم أمل، الطريق موجود، الهدف موجود، ويعني والباب محلول، لكن يلزمنا نمشيو فيها الطريق. ما تقولوا ليش التو حل لنا مشكلنا، تقولوا ليش التو جيب لنا، راه ما عنديش، ما الدولة ما عندهاش، ما نكذبش عليكم، ما نجمش نوعدكم بأشياء غير صح. الشيء اللي نوعدكم به واللي أنا واثق فيه هو أنه ثم طريق وثم أمل وثم مشاريع وثم برنامج، والغمة اللي كانت قبلنا، الحيط اللي كان قدامنا اللي كان يمنع من النظر إلى الأمام، الحيط طاح. وأشار بالخصوص إلى ما رصدته الحكومة في ميزانية الدولة لسنة 2012 من استثمارات بقيمة 500 مليون دينار لفائدة ولاية قفصة. ودعا رئيس الجمهورية المؤقت إلى ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية ونفذ المحاصصات القائمة على الانتماء الجهوي، مؤكدا على أهمية تعبئة كل الطاقات وتجنيدها من أجل مقاومة الفقر. أنا ولدكم، أنا منكم، أنا في عائلتي عندي 4 بطالة، وما ندخلهمش باش يخدموا، لان نقول مادام ما يخدموش الناس الكل، انا ما ندخلش عائلتي باش يخدموا. هذا هو عايشينه، المآسي كلها عايشه، التواسى كل عايشين هالمآسي. الشيء اللي طالبوا منكم، الشيء اللي طالبوا منكم مره اخرى، هو انكم ما تفقدوش الامل. راهو اذا كان فقدتوا الامل وفقدتوا الاحد، قل يا باهي اوعى كتبت كلام ومشي. اي لكن تحب نكذب عليك وقول لك انا تو باش نزل على بوتون غدوه الناس كلها تخدم، وقتها يولي كذب، يولي توهيم. ما انا ولدكم، ولي هذا ما نجمش نكذب عليكم. علاش تحبوا نكذب عليكم؟ نقول لكم هاول عندنا 249، ما نشبعكم في الاوهام. هاول ولايه قفصه هي الولايه الثانيه، ثم مظالم باش ترفع، هذه في قضيه انه 20% زي ما تبقى، هذه باش تبقى ابتداء العام الجاي باش تبقى. ثم مظالم انه هالقطاريه مطرودين من الحوض المنشمي، سنتدخل بكل قوانا باش تاخذوا حقكم. ثم قضيه الصحه، عفوا، ثم قضيه الصحه، انا باش ندخل لدى وزير الصحه، مش باش نقول له عندك اخبرهم، لكن ثم امكانيات ثم موارد باش نجموا نجيبوها باش نعطيو دي زومبيلونس باش نعطيو كذا. احنا قاعدين نخدموا ليل نهار، قاعدين نخدموا، هذاك هوش قاعدين نعمل. مواطن معتمديتي الاقطار بالخير طالبوا بضرورة وضع حد للتهميش الذي عانته مناطقهم بإرساء سياسات تنموية تقطع مع التفاوت بين الجهات، كما اشتكى المواطنون من عدم إقبال المستثمرين على الانتصاب في مناطقهم، إضافة إلى غياب بنية أساسية متطورة وخدمات صحية تستجيب لحاجيات المتساكنين. بعد الأعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، انعقدت اليوم بالعاصمة ندوة صحفية بوزارة التربية أشرف عليها وزير التربية عبد اللطيف عبيد. ندوة أوضح من خلالها كل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بنتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا. عدد الناجحين هو 48676، 48670 من مجموع الذين أجروا، إذن بينما مجموع الذين أجروا الامتحان فعلا هو كما ذكرت 125626، إذن نسبة النجاح في بالنسبة إلى مجموع الشعب 38.75%، 38.75%، هذه هي نسبة النجاح العامة.
كما بيّن وزير التربية أن الوزارة لم تتدخل في نسب النجاح لا من بعيد ولا من قريب، وأنها وضعت وفق مقاييس موضوعية ومنظمة. لم نعطي أي تعليمات إطلاقا، لا بالترفيع في النتائج ولا بالتخفيض منها، فالسادة الأساتذة هم أحرار فيما يفعلون، وهم يعملون بما يمليه عليه ضميرهم وتبقى لمقاييس موضوعية، وامتحاناتنا موضوعية ومنظمة ولا تخضع للأهواء ولا للتعليمات. وحول موضوع تسريب اختبار مادة العربية، أكد وزير التربية أن التحقيقات ما زالت جارية على قدم وساق، وسيكشف عن المتورطين فيها بعد استكمال التحقيقات اللازمة. إنه يوجد تحقيقان، تحقيق إداري تتولاه الوزارة وهو يتقدم تقدما حثيثا، وهناك تحقيق عدلي بمقتضى القضية العدلية المنشورة لدى العدالة ضد من أجرم وسرب موضوع اللغة العربية في الدورة الرئيسية، ونحن لا دخل لنا في القضية العدلية، فهي بأيدي العدالة ولا سيبها في التحقيق، ولكن النتائج ستظهر في وقت لن يكون قريبا، عملا بمبدأ الشفافية وعملا بقاعدة وجوب إعلام المواطنين بنتائج الأبحاث في مثل هذه المسائل الهامة. أما بخصوص دورة المراقبة، فقد أكد لنا مدير عام الامتحان عبد الحفيظ العبيدي أن هناك إجراءات أمنية وإدارية مشددة سيتم تطبيقها لتجنب أي تجاوزات. في دورة المراقبة أيضا ستواصل قوات الجيش الوطني تأمين مراكز الإداء. الإجراء اللي عملناه هو أنه مفاتيح المراكز الإداء والخزائن التي تحتوي على المواضيع وغيره ستكون عند السيد المندوب الجهوي للتربية، اللي هو يشرف على فتح المركز، تسليم الظروف لمختلف الرؤساء المعنيين، ثم غلق المركز، ونؤكد على أن الحراسة تكون حراسة قريبة من موقع مراكز الإداء.